هنروح دلوقتي لزميلتنا في الاستوديو دينا عشان تعرفنا اخبار الطقس. دينا. ايوه بس انت فعلا هو الطقس لطيف يعني، حسيته كمان وانتوا جايين النهارده ان الجو كان حلو قوي. صحيح، هي ابتدت تبرد شويه. ايوه كان برد شويه. تعالوا نطمنكم على الحاله الجويه بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، هيكون معتدل على السواحل الشماليه ومائل الحراره على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفي النهاردة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهارده. هنبدأها من القاهرة والعظمى 30 والصغرى 21، اسكندرية 27 21، مطروح 26 22، سيوة 28 20، بورسعيد 29 23، دمياط 29 22، إسماعيلية 30 20، السويس 30 21، العريش 30 21، كاترين 27 14، طابة 27 22، شرم الشيخ 33 26، الغردقة 33-25، الفيوم 31-21، بني سويف 31-21، والمنيا 31-21، أسيوط 32-20، وسوهاج 33-22، قنا 34-23، الأقصر 35-23، أسوان 36-24، الوادي الجديد 34-20، وشلاتين 30-23، وأخيرا حلايب 30-24. بكده حبينا نطمنكم على حالة الجو النهاردة. أعتقد إن طبعا إحنا بنبقى في الصباح الباكر كده نلبس حاجة تقيلة علينا شوية عشان ما نبردش في الجو ده، لأن تغير الجو بيخلي عندنا أدوار برد. هنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت عشان نكمل فقرات صباح الخير مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك يا دينا.